نهار ان شاء الله تكونوا بكامل لاباسكم صحتكم واحوالكم الف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي فلوج جديد. اليوم الفلوج راح يكون في قسنطينه. اليوم راح باذن الله لقسنطينه البنات. راح نجيب الكاميرا تاعي كما قلت لكم. زاد الكاميرا تاعي راهي تما وثاني نديرو دوره بصح ان شاء الله يا ربي برك نلقاو الجو مليح. باسكو البارح الليل طول هياته بالمطر. هنا عندنا في الصيف ما عرفنا لا برد لا شتاء لا صيف، يعني كلش تخلط. فان شاء الله نلقاو الجو مليح ثما ونستمتعوا فيه ان شاء الله يا ربي. هذا نتمنى باسكو المره اللي فاتت كي رحنا ما حوسناش مليح، كانت المدة قصيرة اللي رحنا فيها وما كانش عندنا الوقت خلاص فما حوسناش. هذه المرة ان شاء الله يا ربي نروح ونحوسو وان شاء الله ناكل جوزية. زوج خطرات وانا نروح وما يكتبش ربي ناكلها، ان شاء الله هذه المرة ناكلها. وتفوتوا معايا وتفوتوا ان شاء الله. الاولاد احنا خليتهم عند ماما ما جبتهمش معايا باسكو اصلا الجو ماشي مليح وما على باليش كيف راح يكون. وثاني حابين نديروا جولة تكون خفيفة بلا ولاد نستمتع فيها شوية. البنات كنا في بلاصه وسمها رحبه الصوف باش نشريو الجوزيه نشريو مزهر. المهم شينا الجوزيه شينا مزهر وشرينا الملور هنا في قسنطينه معروفين به. ودكا وجبنا بشنو هذيك بيتزا كاري بيتزا كاري ثاني. ودكا انا طالعين للقنطره نروحو نضربو طله ثما. هنا الغاشي بزاف ما قدرتش نصور لكم زعما نحكم الناس معايا والله مي صورت لكم هكذا مقتطفات خفيفه ظريفه وخلاص. وكان نروحوا هذا الشارع يموت عليه. شوفوا محمود يحب قسنطينه جينا ليها دوكا. هذه هي المره ثروازيام، هذه هي المره الثالثه. البلاصه مليحه عجبتني فيحب قسنطينه بزاف. هو يقول لي تعجبه هكذا. وثاني فيها الناس وفيها الغاشي بزاف. ها البيتزا كاري لقينا واحد من المومين عليه الناس يشري وياكلو. قلنا ولا غير حنا ثاني نجربوه. بابا واحنا نجرب البيتزا هذاك اللي طرف مليح. قلنا رايك محمود طعمها مليح عجبتك؟ راح من بعد الطريق هايله.
احنا كي جينا هنا الجو ديجا بدا تصب المطر، الجو عندهم كيما حنا ثاني في الصيف هكذا، المطر البرد برا الشمس متفاهمو والو، مي بدات المطر ما باش اسكو نقدروا نطلعوا الفوق ولا لا لا مع المطر هذي. ما قدرناش مي المطر حبست ولا مش خايف المطر راهي طلعه صعيبه. هاي الطلعه هذه هنا شوفوا المنظر منها، او ما شاء الله لكم بلادنا ولا غير هايله. نحوسوا فيها شوفوا ما شاء الله منظر روعه. شوفوا من. شوفوا الطلعه هذه نطلع نبداو الرحلة تاعنا نطلعوا منها، مش أنا متحمسة. منين نهبر؟ أه؟ راس النهار واه الشوك لا غير كاين. أوه سبحان الله هذاك المنظر، أرباح أرباح يا محمود ما تروحش منظر واو. ماشي خسارة باش تجي هنا باش تتفرج، روعة روعة روعة. نورمالمون كاين شنو هذاك مغارة عندك لا تطيح. جينا باش نديرو فوطوات هنا، شوفوا وين شفنا واحد البنات هنايا، ارواح ارواح شفنا واحد ل... شوف شنو هذاك والله ما شاء الله. شوفوا لقينا واحد البنات هنا يتصوروا، قلنا ولا غير احنا ثاني نجيو هنا باش نتصوروا. شوف ما طلعناش الفوق، مازلنا ما طلعناش، المطر راهي بدات تصب. انت عايز انا واحد هذيك الفانيليا هذي نوريكم واش جبت معايا من قسنطينه البنات. المهم جبت معايا باتيسري، صراحه احنا كامل في الولايه عندنا، مي كي دخلت الباتيسري هذا في الاول كنت راح نشري الجوزيه ما لقيتش عنده، عجبني كي ودنا مروحين قلت ولا غير نروح نجيب منه. هذا كاستيل جبته على جال ماما باسكو تحبوه، وهذا باتيسري نورمال. جبت هذه في الشوكولا، شوفوا هذه تاع الفريزتين. وحنا للدار، انا جيت هنا عند ماما في الدار لتحت. المهم نوريكم واش جبت معايا من قسنطينه، قري ما درناش بزاف لانه الوقت، وثاني ان شاء الله المره الجايه نروحوا لبلايص واحد اخرين، كنا متمنين نروحوا لكن الجو شويه. المهم جبنا الجوزيه، شوف
مش كنت متمنية المرة اللي فاتت رحت لها زوج مرات مني ما كتبش المكتوب باش نجيبها. نوريكم ثاني الحال ولي جبناها مي نسيت الاسم تاعها ما على باليش واش هي فسمها فانتا ماشي فانتا فانتا. المهم نسيت الاسم تاعها البنات هذه هي فكروني بها صحاب قسنطينه وسمها مازال ما ذقناهاش اول ما راح نذوقها. وهذه كنت شريت مره يعني ذقتها هذه عندنا ميتها قسنطينه بنتها وحدها ومن الناس يعني يكونوا معروفين وكل شيء. هنا ثاني جبنا جبت ليا والماما جبت مزهر وجبت مال ورده وجبت لهم باتيسري ثاني اللي كنت جبت جايبه زوج بيضات يعني قيسنا كاملين. عجبني الباتيسري ثم كامل عندنا الباتيسري مي ثم كي دخلت عجبني الباتيسري قلت له غنجيب معايا. شوف هذا تقريبا هذا ما الورده قال لي مزهر تخليه في الشمس باش يزيد يزهر قال لي اما ماء الورد خليه في الدار. شريتها من عند واحد كبير يعني في رحبة الصوف. شتوني رجعت نعرف شوية البلايص. المهم تحية بزاف الناس القسنطينة ونقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف يعني من أجمل الولايات اللي زرتها يعني قسنطينة ناس ما شاء الله بالنسبة لي رحبوا بيا اللي عرفوني ثم. وهذا مزهر هذا مزهر ما الزهر الطبيعي ها قال لي كي تستعملوه عاودوا اقفلوه ما تخليوهش مفتوح. هذا اسمه هذا اللي نخليوه في الشمس باش يزيد يزهر. وهذا ماء الورد نخليوه قال لي خليه يعني الداخل وما زهر نحطوه. فرحت به بزاف ماء الورد طبيعي وما زهر ثاني طبيعي يكون طبيعيين. روحت لداري هنا الحمد لله فكانت رحلة ممتعة بزاف بزاف. المهم البنات قبل ما نكوبي الفيديو حبيت نبارطاجي معكم الموديلات تاع العبايات اللي مازالوا لي. اول حاجة بغيت نقولكم للناس اللي بعثت لي في الفايبر راني رديت كيما بعت كيما حطيت لكم لا فيديو الاولى هذيك تاع العبايات كاين ناس رديت عليهم ومن بعد الفايبر راح بس لي. يعني الناس اللي ما رديتش عليها راني ماشي ما رديتش عليكم خواتاتي اما لا الفايبر ما على باليش واش صار يعني حبس وخرج من نكتب النيميرو ونبدا نفتح فايبر زعما جديد بنفس النيميرو هذاك ما يبغاش يفتح لي خلاص ما على باليش واش بيه المشكل. ما جربت في تليفونات واحد اخرين مي للاسف ما بغاش يسمع ذاك النيميرو. راه عندي واتساب وعندي انستغرام وباجا تاع فيسبوك. الفايبر للاسف للاسف دوك نحاول نحط لكم رقم واحد اخر تاع فايبر اذا لقيت ان شاء الله. واذا ما لقيتش عندي الواتساب وعندي الفيسبوك وعندي الانستغرام هذو هما اللي تواصلوا بهم معايا. المهم بالنسبه للعبايات اللي مازالوا لي البنات العبايه هذه تاع الخمسه مازالوا فيها زوج الوان فقط مازالوا لي فقط في زوج الوان. كما راكم تشوفوا عندي هذا اللون الاصفر ها كيفاه جاي ستيل تاعو شوفوا وشوفوا هاي جاي من تحت. هذه قماشهم هايل وما تخافوش منه لا كولير دوزيام هذه هي شوفوا القماش تاعو ثاني بزاف هايل تغسلوه ترجعوه راه ما يشربش خلاص خلاص والله ينقص والله. هذا بالنسبة للموديل الأول اللي مازال لي فيه الألوان معاه يجي من الحزام تاع الفتلة ولا منعرفوش يسميوه. هذا مازال لي ثاني في الأصفر شوفوا ستيل تاعو كيفاش جاي. المهم نحط لكم لا فوتو تاعو كيفاش يجي ملبوس ها هذا شوفوا من تحت من تحت فيها كيما قلتش ماما فيها الفولة هذيك ولا الفولة ولا ما عرفتش واش يسميوها. المهم فيه اللون الاصفر وفيه اللون الازرق وكاين كيما اللون الازرق مازال لي غير في 2 اكس ال و 3 اكس ال هكذا باش نقول لكم. شوفوا في اللون الازرق مازال فيه 2 و 3 شوف وهذا في نورمالمون بلو نوي هذا ثاني مازال لي في الدو والطروه شوف كيفاه جاي القماش تاعو ثاني بزاف هايل. الموديل هذا مازال لي في الدو والطروه في هاد لا كولير فقط شوف جاي ابيض بالموف ها
ثاني دوك نحط لكم لا فوطو تاعو فيه يجي من الفوز يجي ستيلو بزاف هايل وفيها ها الحزام لما اشتربتوه من الاول فيه قلت لكم مازال يبدا وطوا ها جايب الموف من السهل تاع الخرجه ثاني غير في 2XL و3XL هذا تاع الخرجه ونفس لاكولا شوفوا ستيل تاعو كيفاه جاي وثاني فيه الحزام باش تعرفوا من لوح شوفوا ستيل تاع الدرين تاعو هذا جاي لون اورانج بالبيج ثاني فيه نورمالمون اكس ال و اكس ال و 2XL هذا نوريك لكم ثاني لا فوطو تاعو كيفاه يجي ملبوس كلشي يبان ملبوس ثاني هايل هايل